أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم من يجتمع بأصدقاء له ثم يصومون يوما صياما جماعيا تطوعا ويفطرون مع بعضهم، وهذا باستمرار لكي يتعودوا على فعل القرب؟ هذا بدعة. الاجتماع للإفطار والصيام هذا بدعة. الصيام في حد ذاته مستحب، أما الاجتماع عليه فهذا بدعة. والبدع إنما تنشأ من هذه التكلفات وهذه الاجتهادات التي ما أنزل الله بها من سلطان. كل يصوم وحده ولا يجتمعون ويفطرون جميع ويصومون جميع، هذا بدعة.